Também a maioria dos cilindros. Cola range. Voilà, alors ça fait une telle aussi. Start range. Ça va être à la fin. On a quand même une tarte rouge. هنا نقوم بتحديد لوكال لوكاليزيت كولر بلاستر ليظهر لنا هذا الطلب استخدام وبها نقوم بعملية التحديد هذا لتحديد لون هذا لزيادة لون آخر ثم نقوم بعملية اوكي ونقوم الآن بالضغط على ماجيك سيلكتور ونقوم بنطلق لايرة اللوحات نقوم وهنا تتكون لنا دائرة تعطينا النتيجة انظر الى النتيجه وتعتبر التحديد عن طريق فصل الالوان اسهل العمليات الا في حاله الالوان تكون كما نقول ديجرادي يعني تصعب شيئا ما لفصل الاشكال بطريقه عمليه